يا واتساب جايز واتساب دراري ومن ترجع لكم بنوفل فيديو نوفل رياكسيون. سو جايز لا رياكسيون ديال اليوم غتكون على السايكو سكوزا. بزاف ديال الناس طلبوها وقالوا لي دير لها رياكسيون من بعد ما درت رياكسيون على ديدين كلاش. المهم تمنيت انه بزاف ديال الناس عجبهم لي رياكسيون. بالطبع بزاف ديال الناس عجبتهم لا رياكسيون ديال ديدين، كنشكركم بزاف وتفاعلوا معها. سو جايز بلا ما نطول عليكم فخلينا نرياكتيو. السايكو قالوا لي تراك اللي واعر واعر، قالوا لي واحد الفلو اللي في شكل، قالوا لي المهم على لي زانفورماسيون اللي عطاوني في انستغرام ديالي هو هذا الجزء. اولي سو بلا ما نطول عليكم فخلينا نرياكتيو السايك. اخر مره صوت السايكو ولا ما سميتو السايك، نهار كان داك سميتو كان داك الكلاش بينه وبين الياس. بزاف 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 ديال بزاف، واحد الكلاش اللي كان دار بينه وبين الياس. الناس اللي كانوا قدام هما اللي غادي يعقلوا على هاد الكلاش. لاهلي السايكو واقيلا جبونس كو السايكو ما عرفت الياس تلاح تراك لي في 7 دقائق بدون رفر. سو بلا ما نطول عليكم فخلينا نرياكتيو السايكو. سايك سكوزا ليتس جو. هذا الصوت مليح الصوت. الصوت صغار في الليل صغار انا يوبا لليل اليوم تحب صدوة تزيدو ماما سكوز انا ييل صغار انا يوبا لليل عارف خطوة الاولى جي صيب فكرة وحدة تروح تاوتو الليلة حالفيني ردو يا مات الليل اوكي اسمحوا لي غادي نعاود التراك. بديت كان فايب بوحدي فهمتي، بديت كان موفي بوحدي ما عرفتش كيفاش واحد الفيلينغ طرا ليا فاش طلع لانستري. غنعاود التراك غنعاود التراك فيلينغ في شكل. واخا هكاك اول مره غنتصنت لهاد التراك هذا، اول ايكوت معكم هي هادي، اول مره غنسمع لها هي في الرياكسي، ولكن واحد الفيلينغ في شكل. ماشي غنعاود سمحوا لي. اوكي سكوزا اسمع صغار في الليل صغار انا يوبا لليل اليوم تحب صدوة تزيدو ماما سكوز انا ييل صغار انا يوبا لليل عارف خطوة الاولى جي صيب فكرة وحدة تروح تاوتو الليلة حالفيني ردو يا مات الليل اوكي كلش مدير بوز حسنا في الزمان يدور نصعب علي كل يوم غدوة كيما كان يكون خلي داتو طريق دروغ وباقي اليوم يدور انا وصحابي حابي في كوكا. المهم الله يعفو عليهم الله يعفو عليهم، كاين اللي دراد كاين اللي داتو طريق الدروغ يعني الله يعفو عليهم. يا كاينين بزاف ديال الشباب داتهم طريق الدروغ، انا بغيت نوقف هاد النوطة بزاف. المهم مادام انه ذكرها خاصني نوقف فيها. المهم الله يعفو عليهم، واحد فيلينغ في شكل اخوتي، واحد فلو بلا ما ندويو عليه 100% جاني واقع احسن فلو لحد الان كنسمعو فهاد السيمانة بعدا في راب دي زاد احسن. وحلت لي الكلمة احسن فلو سمعت هو هذا تاع السايك. اوكي وباقي الليل اوكي نكملو. صباح في ماليبو بلاد برا طايت وين ليغاليتي كلها صفاصون كلها كفات باللولي ماش بريك بيت ميلودي نو راسي تحت ضوا سيتي صوتا في علاق صوفا قدانا نيما ولاد معايا طايت فيدا ليبرتي فيدا ولا مولا خاص تجيبا بوي موسيقى فات البلاد مقطع جيبا خاص تجيبا بوي صغار في الليل صغار انا يوبا لليل اليوم تحب صدوة تسيتو. الرفران كي داير اخويا، رفران عامر كله احاسيس ودي فيلينغ اللي
كيديك شي كوكب اخر ولا شي عالم اخر. ريسبكت لك from Morocco حتى للجزائر حتى للجزائر. ريسبكت لك اخويا سايك. تراك واعر كنت من الاوائل اللي كنت كنتصنت لي هو السايكو دي دينوفوبيا والزد كا زد كا الاسطوره اللي واعر هو اول واحد تصنت لي في الراب دي زد سايك اخويا. الفلو ديالك دمار شامل صغار الليل صار هنا يا بلان الليل ليه متحب صغار الليل ريحت واحد فيلينغ صغار الليل كي تخلطوا لك المشاعر. ماما سكوز انا ايد صغار انا يا وبلا الليل عرف خطوة الاولى جي صيب فكرة واحدة تروح تاوت الليلة حلفين يردو يا مات الليب كاكم قولوا صار صبي كل شابل ونادي ماشي عابداي اور نورمال رابداي لي سايكل باتو كابتان جيب لابون بابلون سويتشي لابل بوم كانوا باقي مكابلي صابي شبين امراض موسيقى لنا رابي باكيرو للطابة. شوف هاد سمحوا لي كنوقف بزاف ولكن شفتوا في هاد لابارتي كيفاش بدل الفويس ديالو كيفاش بدل الصوت ديالو كي كيلعب بدل الفلو كيتحكم فيه كي شغل راهو يلعب بلياردي وما عرفتش فاش كيلعب كيتحكم بيه يمشي هنا جيبو هنا زيد هنا طا ناض يا وليلي نقراب فينا في دقراب كاكو نقولو صافا اوكي كلش مدير بول سينا بزمان يدور صعب علي كل يوم دوا كيما كان يكون هلي داتو طريق دروب وباقي اليوم يدور انا صحابي حابين فيك وكار صبا في ماني بو بلاد برا طايت ويني ليغاليتي صغار في الليل صار انا يو بلا ليل اليوم تحب صدوة تزيدو ماما سكوز انا ييد صغار انا يو بلا ليل عرف خطوة الاولى جي صيب فكرة واحدة تروح تاوت الليلة حلفين يردو يا مات الليل واو على بيت كيدير البيت في الاخر البيت في الاخر اخويا شي ناضي اخويا ناضي سايك سكوزا سو جايز غندو على التراك شوية. بالنسبة للتراك صراحة الفلو ديالو غنعطيه 9/10 فلو واعر واو داني لواحد العالم ما عرفتش شكل كنصحكم ديروا لي زيكوتور ياك ها وتصنتوا مليح تجهدوا الصوت راح يكون ما عرفت واش انا اللي حسيت بغير بهذا الفيلينغ بوحدي ولا كلكم غتكونوا حسيتوا به. سو جايز كانت لا رياكسيون ديال اليوم هي ديال السايك انسترومونتال بلا ما ندوي عليه كان تقصار ديال السايك يا اوف كورس سايك كان تقصار ديالو ناضي بزاف اخوشي حتى جاب ليا واحد الاحساس اللي بشكل بحال مزطول لا ماشي مزطول داكشي ناضي خصوصا الرفران ديالو الرفران زوين وهادي ولا ما المهم اخ داكشي مخلط عندي من الداخل ما قدرش يخرج فهمتش. المهم الموسيقى نحسو بها قبل ما نبقاو نسمعو تسمع وتحس هذا هو البيبليك اللي كنعرف تسمع لي باغول تحس بهم ابخي تقول انا سمعت ما قلتش ديريكت دبي روبرت زين ونهار اليوم صحة عيدكم. سو هذه الرياكسيون ديال اليوم كانت هي هكذا خرجت هكا صراحة رابور اللي محقور من ناحية لي في شفت 222,000 مشاهد. سو قررنا نديرو رياكسيون اللي ما كيعرفش السايك نحط لكم لتحت ليان ديال التراك هذا وتهجموا كلكم تدخلوا عنده. سو هادشي اللي كاين بلا ما نطلع عليكم لايك سبسكرايب بارطاجيو مع صحابكم وحبابكم جمال الطبيعة شوف شكي كنصور هكذا راني نريكورديا انتو تشوفو كنت نطلق تراكو كان من يوتيوب وهاي مني كنت نشوف راني نصور روحي هكذا ياك عمليه بيس.